امبارح الحقيقة شفناه وساعدنا جدا بوجوده هو وغيره وغيره، المهندس شريف خيري. المهندس شريف خيري هو الحقيقة واحد من سكان التجمع الخامس، واللي قرر وزير الدفاع تحمل الهيئة العربية للتصنيع تكاليف إصلاح سيارته. طبعا السيارة دي كانت اشتغلت رايح جاي رايح جاي، كان في شهامة الحقيقة من المهندس شريف لأنه كان متضامن مع أهله وأصحابه وجيرانه للتغلب على اثار سوء الاحوال الجويه. احنا معانا المهندس شريف على التليفون. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، انت نموذج مضيء، الناس كلها الحقيقه سعيده جدا بيك يا باشمهندس شريف. وعايز اعرف، هل ليك تاريخ سابق في فكره العمل الاهلي او فكره المساعدات اللي بتحصل ما بينك وما بين الناس او الجيران او المعارف، ولا دي اول سابقه ليك ان انت تتعاون بهذا الشكل؟ اولا انا حابب اشكركم على الاستضافه، المداخله دي حاجه شرف ليا. بالنسبه للتاريخ قبل كده، هو هي دي مش اول مره. انا طول عمري انا اوريدي ادمن كذا عربيه على الفيسبوك، بقالي اكتر من 7 سنين، ومن قبليهم كل الناس المفروض تعرف شريف خيري، سواء في العمل او في الصداقه او في الجيران او في واتيفر، عارفه ان شريف خيري طول عمره متربي على كده. احنا طبعنا كده، والدي الله يرحمه ربنا على كده، ان احنا ما بينفعش ان احنا نتخلى عن اي حد مهما كان مين، مهما كان ما بيننا اي حد، حتى اقرب الاعداء لو حصل ما بيننا وما بينه اي حاجه، لكن دايما بيبقى في نقطه تلاقي، وهي الوقوف جنب بعض وقت الازمه. دي حاجه مفروغ منها الكلام، ما ينفعش ان انت تتخلى عن حد محتاج لحاجه. فكان دايما بيبقى في عندنا على الجروبات دي، مثلا بنبقى عاملين جروبات للطوارئ، كنا دايما لما بيحصل لعربية اي حد مننا بيتم التواصل ما بيننا وما بين بعض على جروب، بالمكان بتاع العربيه، بالاعطال اللي موجوده فيها، بحيث ان احنا نقدر نتواصل معاه باقرب وقت ممكن، باقل تكاليف، باقل مشاكل، باسرع وقت. فالفكره ككونسبت هي انا متربي عليها من زمان. انت متربي عليها. طب باشمهندس شريف، كده خلينا نتكلم بصراحه، انت عربيتك عربيه مش رخيصه، هي عربيه غاليه، اقل قطعه فيها هتكون بالشيء وشويات زي ما احنا بنقول. هل انت ما خفتش للحظه واحده ان عربيتك ممكن يحصل لها ضرر؟ وده اللي حصل بالفعل. عايز اتكلم على هذه الجزئيه، وعايز اتكلم برضو على جزئيه تكلفه، يعني طبعا او ان وزير الدفاع السيد وزير الدفاع تكفل باصلاح هذه السياره بشكل كامل من جانب الهيئه العربيه للتصنيع. عايز اتكلم على الجزئيتين دول. بالنسبه للتكلفه، اللي بيقوم بعمل خيري او بعمل تطوعي عمره ما يفكر ابدا بالنتيجه، اذا كان هيحصل منها نتيجه سلبيه او حتى ايجابيه. يعني عمره ما بيفكر في فكره انا هعمل كده فهلاقي رواج للموضوع بشكل ممكن يجي في مصلحتي او يشهرني او يعمل لي عائد مادي او نجاح او واتيفر، وفي نفس الوقت بالعكس عمره ما بيفكر ان انا ممكن اعمل كذا فيحصل ان انت تتضرر بكذا. انت ممكن تبقى ماشي في الشارع تلاقي حد مصاب. في بعض الناس نتيجه لتراكمات او افكار سائده عند البعض، انك انت لو جريت عليه وخدته، او عربيه مخبوطه خبطه واحد ومرمي في الشارع فتجري بيها المستشفى، يقول لك ده انت لا تلبسه. الفكر ده خطا تماما. ما فيش اي حد في الدنيا بيعمل ثواب ويبقى بيفكر في ان يبقى في نتيجه ايجابيه او سلبيه. طول ما هو بيعمله لازم يعمله لوجه الله، ويثق تماما ربنا يبارك لك والله الثواب والنتيجه كده كده جايه، سواء دنيا او اخره يعني. صحيح. لكن ما تبقاش قاعد مستني او مترقب الحته دي. سياده الفريق سيرس رئيس مجلس اداره شركات الهيئه العربيه للتصنيع هو اللي كان اشر على الموافقه بالقرار. وصب عليه. هتتكلف فعلا 90,000 يا باشمهندس شريف، الخسائر 90,000؟ ده بشكل مبدئي يعني، في ارقام وصلتني كمان من قبل الزياده يعني في بعض التوكيلات لما دردشت معاهم كده فقالوا لي لا دي مش هتقل عن 130-140,000 جنيه بشكل مبدئي، لان هي المايه كانت ضغطتها بالكامل. فطبعا الموضوع ممكن يكون مكلف بشكل كبير، وهو بصراحه الرساله لما وصلته بشكل شخصي. عايز اقول لك في ناس عملت هاشتاجات عشانك. دي حقيقة. دي حقيقة وصلتني، وكان شعور طيب جدا. بس أنا لو تسمح لي، أنا كان ليا طلب صغير. أنا يوم الموقف ده وقف جنبي شباب زي الورد، ما أعرفهمش ولا ليا بيهم أدنى علاقة ولا أعرف عنهم أي حاجة، شباب طلبة صغيرين. منهم ولد اسمه أحمد، هو صاحب العربية
الرانجلر اللي شدت عربيتي في الاساس لمقر بيتي. الولد ده طلع ان هو كان عنده قرحه في معدته وبياخد ادويه وما كانش قايل، وفضل متحمل وسهران معايا لغايه الساعه 1 بالليل لسبب انه يفضل واقف جنبي وهو ما عرفنيش اي حاجه. واتضح انه بعد كده انه حصل له هبوط والقرحه دي فتحت وخد مسكنات كبيره عشان يفضل مستحمل، والهيموجلوبين بتاعه نزل شكل حرج لثلاثه ودخل فينا العنايه المركزه في مستشفى الجوي. والله انا يا باشمهندس طالب شريف انا عايز اقول لك احنا يمكن بنعرض دلوقتي صوره على الهواء، تغريده لوالدته مدام اميره خليل كانت بعتها لائتلاف سكان التجمع الخامس. ده حقيقي انا حاطه صوره تواصلت وبتقول معاها. احمد ابني عنده فشل كلوي يوم الخميس، كان تعبان جدا ومع ذلك فضل يساعد الناس حتى لما تعطلت عربيه شريف، كملوا مساعده بعربيه احمد لوقت متاخر. احمد اخذ دي مسكنات حقيقة كتير دي حقيقة. وده الولد كان مضمون قدامي البوست بيترعش، يعني. الولد قدامي كان بيرجف، وانا يعني كنا كلنا بنرجف لان كان الجو كله مطره وساقعه وبتاع، فمش متخيل ان هو ممكن يكون عنده حاله مرضيه بالشكل ده والولد على رجله بالمنظر ده ومتحمل. انا مش طالب غير رجاء شخصي من كل من لي عندهم اي معزه او حب او معرفه او علاقه انسانيه يدعو يا رب بمنتهى الإخلاص لهذا الولد، لعله يعني ربنا يشفيه، يطلع حد مننا صالح يتقبل دعائه يعني إرضاء يعني حتى ولوالدته. أنا مش عايز أي حاجة غير إن يا رب أي حد يقدر يدعي له بظهر الغيب يا رب يشير البوست على قد ما يقدر في أي حتة، بحيث إن إحنا لعل وعسى نكون في ساعة إجابة يا رب والولد يقوم بالسلام. كمان حتى على المستوى النفسي هيفرق معاك. انا بشكرك جدا يا باشمهندس شريف، سعدت جدا والله بحديثي معاك، والناس كلها بتدعي لك، بتدعي لكل الشباب اللي كان زي الورد اللي بيساعد وبيشتغل على فعل الخير. مهندس شريف خيري طبعا هو واحد من سكان التجمع واللي كان ليه دور بارز الحقيقه خلال مساعده الناس خلال اليومين اللي فاتوا، بشكره الف شكر، كان معانا تليفونيا.